منذ نحو شهر، وهذه الآليات تعمل هنا في محاولة لإعادة ترميم هذا المنفذ المتبقي لمحافظة تعز بعد إغلاق الميليشيا لجميع المداخل المؤدية إليها. بدأ العمل في أعمال صيانة الطريق للطريق هيئة العبد في مارس 2019، ثم توقف العمل وذهبنا لتأهيل الطريق البديل. ونقدر نقول أن البداية الفعلية في طريق هيئة العبد هي من 20/6/2019 بعد أن تم قطع الخط من حركة العربات الثقيلة. طريق هيئة العبد تعرض خلال الفترة الماضية للكثير من الأضرار بفعل الضغط الكبير عليه، وكذا أمطار السيول التي جرفت أجزاء منه، ما جعل المرور فيه يشكل مخاطرة كبيرة. الطريق كانت معدة درجة ثانية، يعني لمنطقة للمديرية فقط، فالضغط الكبير اللي حصلته في الطريق أدى إلى تهشم بعض الجدران، بعض الحوادث، وتحتاج إلى إمكانيات كبيرة وحمايات من أجل حماية المواطنين من التساقط من الأروان، لأن هناك في هاويات سحيقة. يعني أعمال شق وترميم وردم تقوم بها مؤسسة الطرق والجسور لإعادة تأهيل الطريق إلى سابق عهده، وسباق مع الوقت من أجل إنجاز العمل في أقصر وقت ممكن، نظرا لأهمية الطريق الذي يشهد حركة واسعة في تنقل الناس إلى داخل تعز وخارجها. وتم اعتماد مؤخرا 160 مليون من صندوق الصيانة للأضرار الأخيرة التي حدثت من السيول والمقطع المتبقي، لأن العقد الأول كان لكيلو 4. نفذنا 9 أروان من الأروان التي كانت مضررة الجانب الخارجي بالأعمال الصبية، وتم فتح الحركة فيها للعربات الصغيرة، والآن نقوم بتنفيذ الجهات الداخلية لهذه الأروان. مرور محدود للمركبات الصغيرة في الخط، لكنها تعرقل إلى حد ما أعمال الصيانة وتهدد بتأخير الانتهاء من العمل وفق القائمين عليه. يسابق هؤلاء الزمن هنا لإنجاز أعمال الصيانة لطريق هيئة العبد كي يعاد فتحه بشكل كامل أمام حركة السير، نظرا لأهميته إذ يعد المنفذ الوحيد المتبقي للمحافظة والذي يربطها بالعاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات. فواز الحمادي، قناة بلقيس، من طريق هيئة العبد، تعز.